إذا متابعينا الكرام بداية إن لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيدة وبصفة مواطن مغربي أعزي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأعزي الأسرة الملكية الشريفة على هذا المصاب الجلل في فقدان والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي هي الاميره لاله لطيفه رحمها الله وانا لله وانا اليه راجعون. أه متابعينا الكرام من خلال هذا الفيديو بغيت مجموعه من المعطيات مجموعه من المعلومات اللي أه تم تناقلها بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي على انه سوف يتم اعلان الحداد في المغرب لمده ثلاث ايام. وبفعل ذلك سوف يتم الغاء كل المهرجانات او الوقفات او المباريات الرياضيه وما الى ذلك. أذكر وأنوه وأنبه على انه لحتى هذه الساعه ليس هناك أي خبر أو أي بيان رسمي سواء من الديوان الملكي سواء من أي جهه رسميه يعلن الحداد لثلاث أيام. البيان ديال الديوان الملكي شفناه واستمعنا إليه وراه منشور عندي في الفيديو ممكن لكم ترجعوا تشوفوه لم يذكر الحداد. علاش لم يذكر الحداد؟ لأنه في المملكة المغربية الشريفة، في الأمة المغربية، في العائلة الملكية، في الأسرة الملكية اللي عندها قرون من الوجود في المغرب، المملكة المغربية اللي عندها قرون من الوجود في المغرب، آه، التراث والثقافة ديال المملكة والملوك والأمراء والأسرة الملكية جرت العادة على أن الحداد يكون فقط لمناسبتين ولا لحادثين يا اما يكون وفاه جلاله الملك يا اما كتكون آآ آآ فاجعه سواء زلزال ولا شيء فاجعه تلم بالشعب المغربي ولا بالامه المغربيه ولا بالدوله المغربيه فهاد المناسبتين اللي كتعلن فيهم الحداد يا اما وفاه الملك يا اما شي فاجعه كتوقع في المغرب بحال زلزال ديال الحوز مثلا اعلن فيها الحداد ونقصة الإعلام فيما يتعلق بالعائلة الملكية وهذا موروث هذه ثقافة المغرب والمغاربة على أنه إذا مات ولا توفى شي حل من العائلة الملكية ما كيكونش هناك حداد كيكون هناك حداد نعم لكن كيكون هناك حداد بدرجة أقل يعني بواحد الدرجة اللي هي داخل العائلة الملكية كيكون هناك حداد وطبيعة الحال حتى الشعب المغربي كتوصلوا هذا النوع من او كيوصلوا هذا النوع من الحداد وبطبيعه الحال نتاثر بفقدان اي من العائله الملكيه خصوصا والده صاحب الجلاله الملك محمد السادس وبطبيعه الحال الفقدان ديال الوالده الملك محمد السادس يحزننا و يعني ما ما كاينش كلمه بطبيعه الحال اللي كتعبر على هذا المصاب الجلل لكن بطبيعة الحال نحن في الحياة وكل نفس دائقة الموت لكن اللي بغيت نأكد لكم هنا متابعينا الكرام وهو التقاليد التي جرت عليها العادة في المغرب منذ قرون ماشي ماشي منذ اليوم منذ قرون أن إلى شي العائلة الملكية توفى كيكون هناك حداد داخل العائلة الملكية إلى توفى الملك يكون هناك حداد في البلاد كلها ولو وقع شي وقعت شي مسألة في حال زلزال ديال الحوز كيكون هناك كذلك حداد في البلاد كلها فالان ما حداد لم يعلن عن حداد ما كاينش بيان رسمي لا من الدول الملكي ولا من اي جهه رسميه كيقول ان هناك حداد فبالتالي الامور عاديه كاين هناك حداد داخل العائله الملكيه لكن الحياه تستمر بشكل عادي يعني حتى المساله ديال الاشاعات اللي قالوا بان المهرجانات غادي تلغى والوقفات ما غاديش يكونوا المباريات الرياضيه ما غاديش يكونوا هذه مجرد اشاعات هذا مجرد استنتاج ديال اناس في مواقع التواصل الاجتماعي اللي قالوا صافي راه غادي تعلن الحداد راه الا في البيان ديال الدول الملكية راه ما, ما تكلموش على الحداد بتاتا فبالتالي متابعينا الكرام انا ارجو منكم انكم تتوخوا الحذر في موقع التواصل الاجتماعي وما يتم تناقله في موقع التواصل الاجتماعي ماشي اي معلومه في موقع التواصل الاجتماعي نأخذها اذا بغينا نعرفوا واش كاين حداد ولا كاين شي حاجه من هذه الامور نتبعوا المصادر الرسميه شوفوا البلاغ ديال الديوان الملكي شنو قال بلاغ ديال الديوان الملكي ها شنو قال شنو قال شنو قال شنو قال ما قالش الحداد يعني ما كاينش حداد قال الحداد كاين حداد صافي الامور بسيطه وواضحه اما شي حد بدا يستنتج من راسو بدا يحلل من راسو وينشر في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا كيبارطاجي على هذا وهذا كينقل على هذا فهذه امور ما خصهاش تكون ما تكون احتراما كذلك للفقيده وكذلك احتراما للاسره الملكيه واحتراما لجلاله الملك محمد السادس فهذه الامور ما خصهاش تكون خصنا نكونوا مرزنين عارفين راسنا شنو كنديروا مادام ما كاينش هناك حداد يعني الـ الـ يعني باقي المهرجانات اللي هي مهرجان موازين ولا ديال الصويره ولا المباريات ولا كاس العرش ولا ما الى ذلك من هذه الامور كلها كلها تقام بشكل عادي اذا شفتوا بلاغ ديوان ملكي يخرجوا قال لك كاين حداد صافي راه كاين حداد ما كاينش حداد ما كاينش فهذه هي التقاليد ديال العائله الملكيه الا ما العائلة العائلة الملكيه راه هذه الامور كيفاش كتكون وطبيعة الحال راه لكم الحداد امتى كيتعلن والظروف ديال الحداد فوقاش كتكون وامتى كتكون وهاد الامور حنا المغاربه خصنا نكونوا قارينها وعينها هذا تاريخ التاريخ ديالنا هذا هذه تقاليد ديالنا حنا فبالتالي خصنا نكونوا عارفين واعيين وما نخليوش شي وحدين يجيو ويفبركوا لينا اخبار ولا يفبركوا لينا معلومات وحنا نسقطوا ضحايا لتلك المعلومات خصنا نكونوا رازينين خصنا مرزنين هذه هي الامور اللي خصها تكون لأننا انا قبيله كنحاول نقلب فين تذكر الحداد ما لقيتش وكان اللي كيقول لك صافي راه الراجل تلغى وصافي ما غادي يكون والو يعني كل واحد وكيفاش بدا كي كي, كي الاخبار فانا حاولت على انني نستنى لعل وعسى انه يخرج شي بيان رسمي اللي كيقول الحداد، ما لقيت ما كاين والو فاعيد واكرر على انه الحداد ما كاينش كاين حداد داخل الاسره الملكيه نحترموا الحداد ديال الاسره الملكيه نحترموا الفقدان ديال الام ديال جلاله الملك محمد السادس ونلتزموا كذلك بالتقاليد ديال الدوله ديالنا والتقاليد ديال الملكيه ديالنا والتقاليد ديال المملكه المغربيه يعني دي التقاليد نحترموها كما هي ولا ربما هذه فرصه هذه فرصه باش اننا نرجعوا ونزيدوا نقراو على التاريخ ديالنا ونزيدوا نقراو على التقاليد ديالنا ونزيدوا نقراو ونزيدوا نقراو ونزيدوا نقراو ونزيد لان كاين هناك العديد من الامور اللي ما لا ربما كنساوها ولا ما كيعطيوهاش اهميه ولا ما كنقراوهاش ولا من بين هذه الامور مثلا التقاليد ديال ديال الحداد في المغرب ولا امتى كيكون الحداد في المغرب ولا امتى كنديروا الحداد في المغرب الا شفتوا على ان يعني الديوان الملكي يخرج بيان قال الحداد صافي راه كاين حداد الديوان الملكي في البيان ديالو ما قالش حداد ما كاينش امور بسيطه جدا ما نقدروا ما, ما محتاجوش اننا نتطاولوا فيها ولا اننا نحللوها ولا اننا نبداو نديروا في راسنا راه حنا خبراء وكذا وصافير الحداد وتلغى وكذا وما ومنديروش وما نديروش امر بسيط جدا كونوا رزناء كونوا مرزنين وعارفين راسنا شنو كنديروا فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام مجددا ان لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيده ومجددا تعازينا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وطول عمره وكذلك للأسرة الملكية متابعينا الكرام غادي نشوفكم إن شاء الله في قادم الفيديوهات مع المزيد من التفاصيل